مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل حدث منتظرا في شتاء كل عام خلال 15 عاما الماضية من المهتمين بالإبل من التجار والملاك. ففي عام 1438 للهجرة صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم فعاليات جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل والفعاليات المصاحبة له وفق قواعد وضوابط تراعي الجوانب الصحية والأمنية والثقافية. كما صدر الأمر السامي بتولي دارة الملك عبد العزيز الإشراف والتنظيم للمهرجان تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. وتكاتفت مجموعة من الجهات ذات العلاقة في تنظيم هذا المهرجان وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي حددت ضوابط وإجراءات تحقق النجاح والفائدة من تنظيم هذا المهرجان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة التي أيضا أسهمت بوضع ضوابط للنواحي البيطرية لحماية الإبل، ووزارة الصحة التي تتولى جوانب المتابعة للتطورات الصحية المرتبطة بهذه المناسبة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تتولى اختيار الموقع والتصميم والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الثقافة والإعلام، وعدد من الجهات الأخرى. وجميع هذه الجهات تعمل ضمن فرق مشتركة لتنفيذ مهرجان يتواكب مع مكانة المملكة وحجم المناسبة، ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع، وتحقيق الريادة إقليميا وعالميا. ويكون المهرجان أبرز ملتقى دولي عن الإبل، كما يوفر وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها. وتعد الإبل رمزا أصيلا لحياة الصحراء وإنسان الجزيرة العربية ارتبطت بتاريخه وحياته على مر العصور، حيث حضرت الإبل بقوة ولم يستغني الإنسان العربي عنها. فبعد أن كانت شريكا في سابق الأيام أصبحت أيقونة أساسية لتراثه وحياته واقتصاده. ولا يميز صفات الإبل إلا عرب الجزيرة العربية أكثر من غيرهم، وطباع لا يتعامل معها إلا هم.